بداية، ما الزهد شرعا؟ ما معنى أن يزهد الإنسان بالدنيا؟ والله لا أن يدع متاعها الأساسي في حياته. قال له: من يطعمك؟ قال له: أخي. قال له: أخوك أعبد منك، أعبد منك. فالزهد يجب أن ينطلق إلى القلب لا إلى اليد، لأن المؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. طبعاً النبي جبار خواطر وفي كل خير، لأن القوة تتيح لصاحبها خيارات أعمال صالحة لا تنتهي. القوة تتيح لصاحبها خيارات في العمل الصالح لا تنتهي، ولأن علة وجودك في الدنيا هو العمل الصالح، فالقوة إن كان قوة مالية أو قوة علمية أو قوة وظائفية تتيح لك أعمالاً صالحة لا تعد ولا تحصى. يعني أحياناً بجرة قلم تحق حقاً وتبطل باطلاً، بمبلغ تزوج شاباً كاد أن يقع في الخطأ. فالقوة مطلوبة للمؤمن. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، لأنه خياراته في العمل الصالح كبيرة جداً، ولأن العمل الصالح علة وجوده. فإذا كان علة وجود العمل الصالح والمؤمن القوي إما بعلمه أو بماله أو بوظيفته يستطيع أن يحل مليون مشكلة، قد تكون مالية وقد تكون إدارية وقد تكون تعليمية. لذلك القوة تتناسب مع المؤمن. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لكن هذه القوة تحتاج إلى ترشيد. نعم، جزاكم الله خيراً. إذاً سيدي، فهمت من كلامكم أن الزهد أن تكون الدنيا في يد الإنسان لا في قلبه. نعم. فإذا استأثر حب الدنيا على قلب الإنسان، استأثر حب الدنيا طامة كبرى أعمته عن حبك الشيء يعمي ويصم، حبك الشيء يعمي ويصم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني سيدي، هل هو غياب عن فهم حقيقة الدنيا عندما تملكه فيتصرف بخلاف منهج الله؟ والحقيقة أنه أخطر شيء في الدين العقيدة. إن صحت العقيدة صح العمل. الإنسان يجلس في مكان جميل تابع لجامعة، فاشترى شطيرة أكلها، وتابع ملعب كرة السلة، تابع المباراة، وفي مطعم أكل، لكن غاب عنه أنه طالب جامعة، وعلة وجوده في هذا المكان الدراسة. ففي تفاصيل كثيرة بحياتنا نفعلها، فإذا غابت عنا علة وجودنا وقعنا في خطأ كبير. أب أرسل ابنه إلى السوربون لينال دكتوراه، قال: إلى أين أذهب؟ نقول: عجباً لهذا السؤال، أصلاً لماذا جئت إلى هنا؟ إن جئت طالب علم إلى السوربون، الحركة إلى السوربون، إن جئت سائحاً إلى برج إيفل، إن جئت تاجراً إلى الأسواق. فأنا أقول الإنسان كائن متحرك، بحركه شهوته إلى الطعام حفاظاً على بقاء الفرد، بحركه أيضاً الشهوة إلى الشريك بدافع هذه الشهوة التي أودعها الله فينا حفاظاً على بقاء النوع، بحركه التفوق حفاظاً على بقاء الذكر. فالإنسان كائن متحرك. الآن هذه الحركة إما أن تكون وفق منهج الله فيقطف كل ثمارها في الدنيا والآخرة معاً، فإن جاءت على عدوان أو على غطرسة أو على كبر دفع ثمنها في الدنيا قبل الآخرة. إذاً سيدي، حتى نفهم الزهد تماماً نحتاج أولاً أن ندرك أو يكون لدينا رؤية واضحة حول حقيقة الحياة الدنيا. نعم. ما التصور الإسلامي للحياة الدنيا؟ يعني هل يهملها الإنسان؟ العبد الفقير، ركبت طائرة من المغرب إلى دمشق، وكان القائد تلميذي في المدارس، فدعاني إلى غرفة القيادة. لفت نظري لما دخلت إلى سوريا من طرابلس الشام،
لبنان، رأيت بعيني هذه طرطوس وصيدة بنظرة واحدة، علمتني هذه الرؤية درساً. الإنسان كلما ارتفع مقامه اتسعت رؤيته، أضيف عليها شيئاً آخر، وكلما ارتفع مقامه اتسعت عاطفته، صار إنساني. لذلك أعظم شيء بالأنبياء أنهم إنسانيون. وقف لجنازة قيل له هذا ليس مسلماً، قال أليس إنساناً؟ الأنبياء إنسانيون. الإنسان قد يكون أناني لشخصه، يعني أوسع منا إلى أسرته، أوسع إلى عائلته، أوسع إلى أهل بلده، أوسع إلى وطنه، أوسع إلى أمته، أوسع إلى الإنسانية جمعاء. الأنبياء إنسانيون كانوا. نعم سيدي، إذا يعني إذا اتسعت رؤيتنا للحياة الدنيا ماذا نجد في الدنيا؟ هل هي يعني نأخذ جامعة منها جامعة أم ندعها؟ جامعة، دار عمل لا دار أمل. يعني عفوا، الكرسي في الجامعة خشبي، وعلاقة المسند بالأرض زاوية قائمة غير مريح، أما في كراسي مريحة جدا، هي مو للجامعات، هي للمقاصف والمتنزهات. فأنت حينما تعرف سر وجودك تتحرك وفق هذا الهدف. طبعا أنت موعود بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن في الدنيا نعد لهذه الجنة، لكن حتى ما يكون الإعداد يعني متعب، في أشياء جميلة بحياتنا. يعني الله عز وجل أودع حب أولاده في قلب كل أب مثلاً، الابن يملأ البيت فرحاً أحياناً، وفي طعام طيب، وفي مناظر جميلة، وفي مركبة فارهة، وفي بيت واسع، هي أشياء كلها بس مؤقتة. الموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، ينهي غنى الغني وفقر الفقير، ينهي علم العالم وجهل الجاهل، الموت ينهي كل شيء. فالبطولة أن ننقل اهتماماتنا إلى الدار الآخرة، وعندئذ ننجح ونفلح. الفلاح أن تحقق الهدف من وجودك. جزاكم الله خيراً سيدي وأحسن إليكم. سنعود لمتابعة هذا الحديث حول موضوع الزهد وبتفصيلات أدق إن شاء الله، ولكن بعد فاصل قصير. إخوتي المشاهدين، فاصل قصير نعود بعده لمتابعة هذا الحديث الشائق الماتع بصحبتكم، فلا تذهبوا بعيداً. السلام عليكم إخوتي، عدنا إليكم من جديد لنتابع هذا الحديث بصحبتكم حول موضوع الزهد. سيدي الفاضل، ننتقل إلى قضية مهمة في موضوع الزهد، وأؤصلها بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هنا الصحابة فهموا يعني شيء معين، قالوا إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسناً، نعله حسنة، فقال: ليس ذاك، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هنا نؤصل لموضوع الزهد من خلال هذا الحديث لو تكرمتم. قبل أن نؤصل هذا المعنى اللطيف أو هذا المعنى الذي يستنبط من هذا الحديث، لا بد من ذكر مثل. يعني أنت عندك كيلو لبن، جاءك ضيوف، ما عندك شيء تقدمه لهم، تضيف أربعة أمثال هذا الحجم ماء صار شراب اللبن، مع الثلج ومع بعض الملح صار شراب طيب جدا. فتحمل هذا اللبن أربعة أمثاله، لكن قطرة بترول واحدة تفسده وتضعه في المهملات. هذا هو الكبر؟ هذا الكبر سيدي. نعم. الكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر أفسد العمل، أفسد العلاقة مع الله. فالإنسان مؤمن متواضع، يعني هين لين، يسامح، يعفو، هي صفات المؤمن. وبعض الآثار تخلق بأخلاق الله. يعني أنت ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني العلماء قالوا هذا الحديث له شأن كبير. اتصل بالله واشتق من كماله كمالاً، بهذا الكمال تدعوه به، يعني تخلق بأخلاق الله. فالكبر شيء يتنافى مع العبودية لله عز وجل.
لكن بنص الحديث ليس هو أن يكون نعله حسنة وثوبه حسنا الكبر، بالعكس أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. ليش؟ ليش المؤمن يرضى يكون مستوى أقل مما ينبغي؟ أنا لا أبحث عن المال هنا إطلاقاً، قد يكون ثياب متواضعة بس أنيقة نظيفة، يعني ما فيها خطأ إطلاقاً. أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. مفهوم الزهد ارتبط عند الناس بشخص مهترئ الثياب، أعوذ بالله، لا علاقة له أبداً. قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. نعم. ما معنى ذلك؟ أن ترد الحق. نعم. وأن تسرف في علاقتك مع الآخرين، إما كبر أو ابتزاز أو ما شاكل ذلك، هذا هو الكبر. نعم. سيدي الفاضل، ننتقل إلى قضية مهمة أيضا بموضوع الزهد، كما قلت ارتبط عند الناس بثياب رثي أو شيء، وهذا مفهوم خطأ في الزهد في القلب، وهو عمل من أعمال القلب لا من أعمال الجسد. لكن بعض الناس أيضا يربطون الزهد بالفقر، هل الفقر مطلوب شرعا؟ لا أبدا، لأنه علة وجودنا في الدنيا العمل الصالح، والعمل الصالح يحتاج إلى قوة، والمال قوة أبداً. ليس مطلوب شرعاً، لكن إذا إنسان افتقر ما بينتحر بالعالم الغربي، لا، يراه حكمة بالغة بالغة، يصبر يتجمل ويسعى إلى تحسين وضعه، في فرق كبير. نعم. هل هناك أنواع للفقر سيدي؟ طبعاً، هناك فقر الكسل، وفقر القدر، وفقر الإنفاق. فقر الكسل وصمة عار، ما في رغبة يعمل، يحب أن تكون يده سفلى دائماً، هذا شيء مكروه منبوذ يضعضع مكانته عند الله وعند الناس، هذا فقر الكسل. يعني مثلاً بلد لا أسميه، في 2.5 مليون متر كيلو متر مربع أرض خصبة، هذا البلد يمكن أن يطعم العالم الإسلامي بأكمله، في تقصير، في تقصير، لا بد من العمل، هذا فقر الكسل، العمل. هذا فقر القدر. الكسل. أما سيدنا الصديق قال له يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال له الله ورسوله، أنفق ماله كله. شوف، هذا فقر الإنفاق، هذا وسام شرف، والأول وسام نقص أو مركب نقص بالإنسان. أما بينهما يعني إنسان يكسب المال ينفقه في الأساسيات وفي بعض الثانويات وله أجر عند الله، وأن تضع اللقمة في فم زوجتك هي لك صدقة. أنا أقول دائماً الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، أما أولادك وزوجتك من لهم غيرك؟ فلا بد من أب إذا دخل إلى البيت كان عيد، أنا أقول لا بد من عيد، بس البطولة أن يكون العيد إذا دخلت لا إذا خرجت. في أب ظالم، أب بيقتر على أولاده، هذا العيد إذا خرج يتنفسون الصعداء، أما العيد الحقيقي إذا دخلت. نعم. فقر القدر سيدي ما معنى؟ يعني الله عز وجل لحكمة بالغة بالغة، يعني إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه، هذا شيء لا يعلمه إلا يعني هذا سعى وبذل لكن لم يصل، لم يصل، بذل أقصى ما يستطيع، أو كان عنده بقي دخله محدودا، شيء يمنعه، سعى بأقصى ما يستطيع. في إنسان من دون سعي جاء ابن واحد غني كبير، فهو الحقيقة في حكمة إلهية، الحكمة هي لو كشفناها لاسترحنا وأرحنا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قلتم الفقر ليس ممدوحا شرعا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا أو قوتا، ما معنى ذلك؟ والله الحقيقة أنه عفوا في عنا شيء اسمه كسب وعنا شيء اسمه رزق. الرزق الذي أكلته وشربته، الثياب التي لبستها، البيت الذي تسكنه، العمل الذي تعمله، المركبة التي تركبها، هي كلها المستهلكات رزق. فالرزق مطلوب، وسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه. أما الكسب قد تملك 100 ضعف عن حاجتك، هذا المال من كسبك لا من رزقك،
تحاسب عليه حساباً دقيقاً مع أنك لم تنتفع به. نعم، إذاً رزق آل محمد كفافاً أو قوتاً، يعني بمعنى أنه كفاية ليس فقراً، والمكتفي ليس فقراً، بس عنده مال يغطي كل حاجاته. فالنبي قال من أحبني؟ أنت لك مهمة كبيرة في الآخرة، أنت معك رسالة، أنت مدعو للجنة، فأنت بتحتاج إلى مأوى وزوجة وأولاد ودخل وإنفاق وطعام وشراب، كله مأمن، بس ما عندك مليارات مملية، ما عندك أموال لا تأكلها النيران. فلذلك أنا أقول المؤمن من علامات إيمانه أنه يرضى بقضاء الله وقدره، والرزق نوع من قضاء الله وقدره، بس ما بيتكاسل. في عندنا فقر الكسل، وعندنا فقر القدر، يعني بذل كل ما يستطيع بقي على دخل محدود، هذا قدر يجب الله. أن يعلم علم اليقين، هذا هو حكمة لي. وفي عندنا فقر الإنفاق، هي لسيدنا الصديق، هذا رسالة سامية. نعم. سيدي الفاضل جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم، حقيقةً يعني أصلتم لموضوع الزهد حتى لا يفهم دائماً بشكل خاطئ أنه يعني كما قلنا ثياب مهترئة ورثة، إنما الزهد في القلب وهو عمل من أعمال القلب، جزاكم الله خيراً. إخوتي المشاهدين، ختاماً، دخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه فوجد بيتاً متواضعاً، قال لأبي ذر أين متاعكم؟ فقال أبو ذر لنا بيت هناك نرسل له صالح متاعنا، يعني به الدار الآخرة. فهم الرجل مراده فقال له وبيتكم هنا؟ قال إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. إلى الملتقى، استودعكم الله، السلام عليكم.